السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للحصة الثالثة من الوحدة الثالثة، مفعول القوة، المرجع المفيد في النشاط العلمي للمستوى الثاني. إذا عنوان درسنا لهذه الحصة: كيف يمكن تغيير حركة الجسم؟ كيف يمكن تغيير حركة الجسم؟ الهدف من هذه الحصة: اكتشف تغيير حركة جسم صعودا وسقوطا. اكتشف تغيير حركة جسم صعودا وسقوطا. إذا ألاحظ، لاحظوا معي في الصورة الأولى لعبة بساط مطاطي. إذا طفلين فوق لعبة البساط المطاطي يقفزان ويصعدان وينزلان. هنا بهلوان يقدم عروض بواسطة كريات. إذا السؤال هنا: كيف يمكن تغيير حركة جسم صعودا أو نزولا؟ كيف يمكن تغيير حركة جسم صعودا أو نزولا؟ إذا نقترح جوابا. إذا تتغير حركة الأجسام صعودا أو سقوطا تحت تأثير قوة الدفع. إذا تحت تأثير قوة الدفع، مثلا هنا البساط المطاطي يدفع الأطفال فيصعدون فيصعدون. إذا وتحت تأثير قوة جاذبية الأرض، وتنزل تحت تأثير أو تسقط تحت تأثير قوة جاذبية الأرض. إذا تتغير حركة الأجسام صعودا أو سقوطا تحت تأثير قوة الدفع. قوة الدفع هنا أيضا البهلواني يدفع بالكريات إلى أعلى وتسقط بفعل قوة الجاذبية. إذا قوة الدفع أو وقوة الجاذبية. نشكل أن تتغير حركة الأجسام صعودا أو سقوطا تحت تأثير قوة الدفع وقوة الجاذبية. إذا أنجز، ألاحظ الصور الآتية وأكمل الجملة بالكلمات المناسبة: سقوطا، صعودا، أو يسقط. إذا لاحظوا معي، طفلة فوق لعبة البساط المطاطي تصعد وتسقط، وهنا شخص يقوم بإخراج دلو الماء من البئر بفعل قوة الجر. إذا تتغير حركة الطفلة، ماذا نقول؟ صعودا تحت تأثير البساط، يعني قوة دفع البساط، ونزولا أو سقوطا، نستعمل المصطلحات المتاحة، تحت تأثير جاذبية الأرض. إذا تتغير حركة الطفلة صعودا تحت تأثير البساط، وسقوطا تحت تأثير جاذبية الأرض. تطبق اليد قوة على الحبل فيتحرك الدلو صعودا. إذا تطبق اليد قوة على الحبل فيتحرك الدلو صعودا، وعند تحرير الحبل يسقط.
الدلو بفعل جاذبية الأرض. إذن كما قلنا سقوط الأجسام تكون بفعل جاذبية الأرض. إذن ماذا نستخلص من كل هذا؟ تمكن قوة الدفع إلى الأعلى وقوة جاذبية من تغيير حركة الأجسام سقوط صعودا و سقوطا. إذن تمكن قوة الدفع إلى الأعلى وقوة الجاذبية من تغيير حركة الأجسام صعودا وسقوطا. ألاحظ الصورة وأسم الجملة بما يناسب. إذا لاحظوا معي الصورة، هنا حوامة وباخرة، لدينا هنا منقد. إذن كيف تتغير حركة المنقد صعودا ونزولا؟ تتغير بفعل تأثير قوة الحبل. إذن تتغير حركة المنقذ نزولا وصعودا تحت تأثير قوة الحبل. لن تتغير حركة المنقذ نزولا وصعودا تحت تأثير قوة الحبل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.